في الرابعة عشر من عمره حفظ القرآن الكريم، حاصل على إجازة وسند متصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن برواية حفص عن قراءة عاصم الكوفي، شرف بإمامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في بلده الأردن، وحباه الله بإجادة الإنشاد. من الإذاعة المدرسية إلى التلفزيون، القارئ والمنشد عمر السيلاوي، أهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا. نورنا يا عمر. الله يسعدك. يعطيك العافية. عمر سريع كده ما شاء الله حفظت القرآن، كان كم عمرك تقريبا؟ كان عمري 14 سنة، يعني كنت تقريبا في الصف التاسع. كانت البداية يعني في الإجازة الصيفية، يعني اللي هي كانت بين الصف السادس والصف السابع. ما شاء الله، مين يشجعك ما شاء الله انك تحفظ القرآن؟ بصراحة يعني كان تشجيع اكيد الوالدين. ايوه، من اهلي، وسبحان الله توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني انت بتعرف يعني في دورات تحفيظ في الفترة الصيفية، الإجازة الصيفية اللي بتكون بين كل صفين. متى اكتشفت ان صوتك مميز؟ يعني ما شاء الله اللي حفاظ كثير. في البدايات يعني كنت انا ملتزم مع في حفظ القرآن الكريم، مع التسميع في امام المسجد. واكتشف طبعا انه صوتي جميل ما شاء الله. بشكل متوازي كنت انا في الاذاعه المدرسيه، يعني كنت احب اطلع الاذاعه المدرسيه قراءه قران، فاكتشفت انه صوتي الحمد لله يعني موهبه من الله سبحانه وتعالى. ممتاز. وطبعا اكيد فيدباك من الناس، يعني من اصحابي. من نعم. هل قراءه القران هي اللي ساعدت حضرتك في موضوع اكتشافك لموهبه الانشاد عندك؟ يعني حد وجهك ان انت كمنشد ممكن تكون عندك خامة كويسة في الإنشاد؟ حد وجهك للإنشاد؟ نعم، يعني أنا لا شك أنه في البداية القرآن الكريم هو اللي خلى، يعني اللي صقل الصوت، يعني أعطاني الصوت ما شاء الله. وبعدين يعني صار موضوع الإنشاد. يعني على فكرة كل اللي شايفنا دحان أنا متأكد وين بنسمع صوت، أنه بنسمع صوت. فخلينا ناخذ جزء كده بسيط وبعدين نكمل معاك الحوار. يعني نبدأ طبعا بخير خير البداية، كلام الله سبحانه وتعالى، على فياريت لو حضرتك تبدأ لنا بجزء من الترتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله يعطيك العافية. قارئك المفضل. قارئ المفضل مشاري العفاسي. رقم 2. العفاسي رقم 2 ممكن يجي أحمد العجمي. ما شاء الله. نعم. أنا كمان من الحقيقة من المستمعين الجيدين للشيخ. يعني الميزة في مشاري بشوف أنه بنوع في القراءات، بنوع في أساليب القراءة، لأنه القرآن الكريم مواضيع مختلفة. طيب، فكل موضوع. صلاة التراويح كيف الوضع؟ إيش اللي بتختاره من مقامات؟ من يعني كيف في صلاة التراويح بتشوف الناس المناسب لهم هذه الأمور؟ يعني بطبيعة الحال صلاة التراويح في رمضان الناس بتصير تدور على المساجد اللي فيها إمام صوت صحيح جميل. صحيح. بنوع بالقراءة طبعا، يعني 8 ركعات ولا 20 ركعة، وبعدها ممكن صلاة تهجد في الصلوات الجهرية العادية ممكن. فالناس تحب الإمام اللي ينوع، اللي صوته جميل في طبقات الصوت. طب في المقامات. نعم، ممتاز ما شاء الله. طب حضرتك قمت بإمامة كم عدد من المصلين؟ يعني في صلاة تراويح، يعني أنا مش عارف العدد بالضبط، لكن المسجد كان ما شاء الله تمام. طيب حضرتك، يعني للي ما يعرفش الأستاذ عمر، حضرتك مهندس. نعم. فحياة المهندس الحقيقة حياة كلها من شغال. هي حياة عايزة تتهندس. حياة كلها ضغط كبير جدا. أكيد. وقت ما فيش تقريبا يعني. نعم. بالنسبة للمهندس، فهل في مكان لمجال الإنشاد لموهبة حضرتك دي في حياتك خلال اليوم؟ والله هي يعني بصراحة لا، يعني الوقت تقريبا ممتلئ، يعني ما بين شغل ما بين بيت، خاصة أنا متزوج كمان يعني. كمان. فال
بشكل عام يعني ماخذها ك يعني موهبه. طيب انا اعرف نعم. احد المصلين صلى وراك قال في ميزه حلوه يعني انه لما يحس انه الناس بدات مثلا تنعس او في انت عارف صلاه التراويح طويله نعم. فكيف بيلعب في الصوت او بيلعب في هذا صحيح. كيف بتعرف كيف بتتعامل مع هذه الامور كلها؟ يعني اكيد القراءه مش لازم تكون على نفس الوتيره يعني سبحان الله الاذن يعني بتميز يعني صحيح. في بيصير فتور او ملل يعني اذا كانت على نفس النسق على نفس الطبقه ممكن طبقات الصوت الواحد يعلى ينزل يغير في المقام نعم. طيب احنا عايزين نستفيد من وجود حضرتك وعايزين نسمع بصوتك الجميل انشوده نعم وإيش رأيك نسمعها مع نهاية الحلقة خلينا على قولهم نختم اليوم بختامهم مثل كده بصوتك إن شاء الله مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقة النهاردة نشكر كل من تواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ونتمنى تكون حلقة النهاردة نالت إعجابكم بنشكر طبعا الأستاذ عمر وهو ما زال معنا أكيد واللي فاتته متابعة الحلقة يقدر يشوفها على موقع قناة اقرأ الخاص بمتابعة برامج القناة تابع.net وفي انتظاركم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد وإن شاء الله يكون معنا العديد من المواضيع والحلقات ويسعد مساكم تفضل يا أستاذ عمر في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة والله